كثير من الاشخاص لما بحسوا حالهم زعلانين او عندهم فراغ نفسي بيلجأوا للاكل، هيدا وحده من الايموشنال ايتينج. ضروري نحل مشكله هيدا الزعل او الفراغ بقصص ثانيه، فينا نحكي مع صديق، فينا نروح نمارس رياضه، فينا نفتح كتاب ونقرا. ضروري نحل المشكله النفسيه اللي عم نعاني منها بغير طرق عن الاكل.